ماشي غير المرأة الناجحة، يعني جميع النساء بالنسبة لي ناجحات، كل واحدة في الميدان ديالها. يعني حتى المرأة يعني سيدات البيت فهي تيكون عندها واحد العمل اللي هو جبار. مع الأسف تنقولوا على أنه السيدة جالسة غير في البيت، بالعكس فهو عمل اللي تيخصها تشكر عليه وتجازى عليه. فلهذا يعني جميع النساء أم متبرات، جميع النساء المغربيات في واحد المستوى اللي المرأة المغربية برزات. يعني فالسنوات الأخيرة المرأة المغربية نجحت بشكل كبير. الألعاب الأولمبية يعني تنتمنى التوفيق للرياضيين المؤهلين للألعاب الأولمبية ديال باريس، لأنه احنا دائما طموح وكذلك الرياضيين لما تيكونوا مؤهلين للألعاب الأولمبية تيكون كلهم يعني عزيمة وطموح من أجل التأهل أولا، ومن بعد تكون مشاركة من أجل التتويج، ماشي غير مشاركة من أجل المشاركة، لأن فتنا حنايا هاد الحقبة ديال المشاركة من أجل المشاركة. فلهذا تيخصنا يكونوا نتائج إن شاء الله ويكونوا ميداليات في الألعاب الأولمبية ديال باريس. سفيان بطل كبير تبارك الله، ما شاء الله عليه، عنده تجربه كبيره لا في بطوله العالم ولا الالعاب الاولمبيه. يعني يعتبر من احسن المختصين في 3000 متر موانع في التاريخ. فلهذا يعني تبارك الله عليه وصل لسن النضج وكذلك حتى بالنسبه لمشواره الرياضي. فلهذا تنتمنى له التوفيق. الفريق الوطني هذا حديث طويل، ولكن هذه هي الرياضه، لان ما خصناش نبقاو نقارنوا كاس العالم ولاكوب دافريك، لانه كاس العالم فعلا احتلينا الصف الرابع والان تقصى المنتخب الوطني. فهذه هي الرياضه، يعني الرياضه دائما اقصاء وفوز. فلهذا تيخص تكون تجربه لهم وتجربه لينا حنايا كمغاربه كاملين، لانه من بعد كاس العالم ولينا تنطمحوا على انه دائما المنتخب الوطني يمشي من أجل الفوز. لا لا ماشي على معاولة ضد، ما تنظنش، لأن وليد الركراكي تيأدي واحد العمل اللي هو مهم، ماشي غير باسكو خسرنا واحد الماتش على أنه وليد الركراكي خصو يغادر. هذا تيبقى للجامعة، تيبقى لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذلك للناخب الوطني. الناخب الوطني تيأدي واحد الدور اللي هو مهم، كلنا تنفتخروا به، ماشي باسكو خسر في واحد لا كومبيتيسيون على انه ما بقاش مزيان، نو الي تخي بيان تبارك الله عليه. تنظن على انه مازال عنده الفريق اللي هو فريق شاب اللي غادي يمشي لكاس افريقيا ديال 2025، لما لا؟ لانه غادي يكون العرس عندنا في المغرب. طموح والعزيمه والمثابره وحب الوطن.